السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم باشمهندس خالد. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا أستاذنا. ازيك يا هندسة؟ الله يكرمك يا أستاذنا. احنا جاهزين لو حابب تبدأ. تمام يا فندم. ماشي يا أستاذنا، الله يكرمك. لسه العدد معانا قليل، بيتهيألي لسه الناس ما دخلتش. ما هما بقى هيجوا بقى وقت ما احنا. أنا بقى نستنى خمسة كده العدد يزيد شوية عشان نبتدي، بس تبقى الناس فاهمة احنا بادئين منين. تمام يا استاذ، زي ما حضرتك حلو. أنا معاك ماشي. دقيقتين بالظبط، يعني لا لا دلوقتي براحتك. 31 بإذن الله. 33 العدد يبقى معانا. بإذن الله، حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاشة ظاهرة يا باشمهندس عمر؟ ظهر الاوتوكاد 3D. ممتاز. بالمناسبة أستاذ الفاضل، في اتفضل. حاجة اسمها موقع أو برنامج شغالين عليه حاليا اللي هو أوبن ستريت ماب. تمام. ده عبارة عن حاجة مفتوحة المصدر، أغلب البرامج بتاخد منه شغل خرائط وحاجات زي كده. زي طيب معلش أنا ممكن آسف، حد أنا عدد الفلوس. معلش دي من عندي أنا آسف. ولا يهمك. طيب الفكره كلها في البرنامج ان هو ناس كتير بتعتمد عليه، بيقدر يعمل، هو عامل زي جوجل مابس بس اوبن سورس، فناس كتير بتقدر تشارك المعلومه من خلالها. وتقدر ان انت مثلا من خلال اوبن ستريت كام تصور الشوارع، فبياخد الشوارع ديت ويركبها على حاجات 3D، بحيث ان لو احنا شغالين على اي برنامج نقدر نشوف الشوارع بشكل قوي. يعني انا شفت الموضوع ده مثلا بكذا برنامج زي ارك جي اس وكيو جي اس، تمام. بتلاقي الخرائط مزدحمه بالمعلومات في اوروبا وامريكا وكده، بس في مصر لسه الموضوع ما انتشرش. ليبيا عملوا فيه شغل الصراحه كويس، بس ممتاز. لسه الارض. كان ده مثلا شغلكم انتوا في قمة ربيع يا باشمهندس عمر؟ احنا شغالين من ضمن الناس، يعني بنحاول ان احنا نعمل خرائط بشكل قوي في مصر وفي الوطن العربي، فبنتعاون مع كل الناس. كان في النهارده مؤتمر تبع الدول العربيه، بحيث ان احنا بننشر الفكره ديت، كان في جامعه في لبنان. ف يعني ان شاء الله يعني تبدا الناس كتير تهتم بالموضوع وينتشر ان شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. هيسهل علينا كتير قوي احنا شغالين على الخرائط والحاجات ديت ان احنا نلاقي المعلومات. طيب ده ممكن يفيدني أنا في إيه بقى؟ هو المفروض ان انا اقدر اخد المعلومات دي كلها بالخرائط دي، بدل ما باخد خرائط. يعني كان في حد بيتكلمني دلوقتي عايز خرائط جيولوجيه معينه وكده، مش قادر يلاقي اي حاجه من الحاجات دي لانها بفلوس جامده جدا. فهو لما بدانا نشوف، لقينا الاوبن ستريت ماب بيديني كل الخرائط ببلاش مهما كانت المساحه. تمام. تمام. وهو اوبن سورس، كل واحد بيضيف المعلومات اللي هو عايزها. تمام. وصلت يا هندسه. حتى جوه الاوتوكاد تقدر تقول له امبورت للخريطه، فتدخل معاك بكل الشكل بتاعها. تمام. ربنا ينفع بيك يا باشمهندس عمر، انت مجهودك جبار ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك يا استاذ. كان في حاجه كده كنت شغال عليها انا والمهندس ايمن انديل، مش عارف اقول لك عليها ولا ايه. خليني بعد المحاضره ان شاء الله بكلمك فيها باذن الله. خلاص بإذن الله في انتظارك يا استاذ. ان شاء الله. هنبدأ بقى يا شباب. سامعين الصوت ولا مش سامعين؟ اكتبوا واحد لو سامعين.
شايفين الشاشة وسامعين الصوت. ممتاز. في المحاضرة دي أنا عايز أتكلم عن الانترسكشن، بس مش الانترسكشن العادي، يعني عايز أتكلم عن طريقين متقاطعين مع بعض في نفس المستوى، بس التقاطع بتاعنا مش انترسكشن، مش تقاطع رباعي أو ثلاثي، لا ده أنا عايز أتكلم عن الدوار أو الراوند أباوت. قبل ما أبدأ المحاضرة كنت ابتديت إن أنا أخطط الطرق دي، تقريبا عملت طريقين متقاطعين مع بعض وبعد كده عملت دوار عند النقطة اللي المفروض هيبقى فيها الشغل، وقفت وقلت نكمل مع بعض ان شاء الله في المحاضره. زي ما انتم شايفين كده المفروض المنطقه دي منطقه دوار، فانا محتاج ان انا اظبط شكل الراوند اباوت بتاعي والدوار بتاعي. انا دلوقتي عملت كات للايه، دي كانت دوائر، دول كانوا دايرتين، فانا عملت لهم كات. فاما اجي اسلك على الخطوط دي، الخطوط دي اتحولت لارك. تمام. الارك في امر فيلت ما بيظبطش معايا. لو انا حابب اعمل فيلت مثلا اف انتر، اف انتر، وهدي له راديوس مثلا 20، لما اجي كده اختار الخط ده مع الخط ده هلاقي ان هو مش هيوافق ان هو يعمل فيلت، فلازم احول الارك ده لبولي لاين. عشان احوله لبولي لاين بقول له بي اي انتر، هنا بقول له مالتيبل، وبعدين بسلك على كل الايه، على كل الاركس اللي موجوده عندي، كل الاركات انتر 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 مرتين او ثلاثه، بيتحول معايا الخط دلوقتي يا جماعه لايه، لبولي لاين، اقدر اعمل له فيلت عادي. فيلت اف انتر ار انتر، ونقول مثلا الريدس بتاعنا كام؟ 20. وابتدي اخد الخط الخارجي ده مع الخط الخارجي ده، وهنا مع هنا، والداخلي مع الداخلي طبعا. اتكلمنا كمان على حته انك تعمل ايه؟ تعمل لاير. اللاير دي مهمه جدا يا شباب في الشغل بتاعنا، بتريحك وبتريح الناس اللي بتشتغل وراك. يعني انت كمصمم لما تعمل الشغل بتاعك على الليارات بتريحك وبتايه، بتريح الناس اللي هتشتغل وراك الشغل ده. انا دلوقتي بحاول ان انا اظبط شكل الايه، شكل الدوار، المداخل والمخارج بتاعته. ده تقريبا شكل الدوار. تعالوا نعمل نوقف الايه، نوقف الجزيره عند حدود الارك ده، هنسلك كده وناخد هنا اوفست مثلا 3 متر نص عرض الجزيره لورا، وبعدين نقول له سيركل من النقطه دي للنقطه دي، تي ار انتر انتر، هنشيل الايه، هنشيل الزيادات. خلاص كده يا جماعة، بعد كده هنسلك على الثلاث عناصر دول مع بعض، جي انتر، نعمل لهم جوين. زي ما انتم شايفين كده في خطين اتصلوا وخط ثالث لا، فهنظبط بس النهايات على بعضها. جي انتر، نفس الكلام هنعمله في الجهة التانية، بولي لاين بي ال انتر، اوفست 3 نص عرض الجزيرة. الصوت مش شغال؟ الصوت شغال، انا سامعك كويس. تمام. معلش اسف ان انا بعمل شغل كاد معاكم في بس ده طبعا عشان يبقى مفهوم، لو في مشكله ولا حاجه تقدر تتعامل معاه. المفروض ان احنا كنا مجهزين الفايل مرسوم ونبتدي نشتغل عليه الشغل بتاع سيفل 3 دي. اتاكد ان الثلاث خطوط رابطين مع بعض يا جماعه.
آخر حاجة موجودة عندنا المدخل ده. هنعمل هنا سيركل نشيل الزيادات الموجودة عندنا وبعدين نسلك ونعمل جوين. فكرة ان انا باكد ان الخطوط كلها تكون متصلة عشان لما اجي اعمل تارجت ما عادش اختار خطوط كتير. يعني انا عايز ايه، عايز اما اسلك يعني اقل عدد من خطوط اتارجت عليه والموضوع ينتهي. احنا كده تقريبا خلصنا شكل الايه، شكل مداخل الدوار. فاضل بس ان احنا نقول له موديفاي بريكر بوينت، خلينا مثبتين دي شويه ونختار هنا البولي لاين ده ونقطع عند النقطه دي، نرجع نختار الامر ده تاني. الفكره ان انا برجع الامر، الامر ده بجيبه من فوق، بجيبه من التولز من فوق عشان لو عملت مسطره هيختار الامر اللي جنبه. يعني لو حبيت ان انا اعمل مسطره دلوقتي هيختار الامر اللي جنبه، هيقطع لي جزء من الايه، من البول لاين ده انا مش عايزه، انا عايز بس بريك اب بوينت اقطع عند نقطه، افصلهم عن بعض عند نقطه وخلاص. تمام. طيب خلاص خلصنا كده، ممكن نقفل دي. الحاجه الثانيه السيفل 3 دي مش بيتارجت على السيركل. يعني لو حابب ان انا اخد عرض مثلا من الرصيف ده، نعتبر ان هنا الالاينمنت بتاعنا هيبقى ماشي بالشكل ده على الايه، على الحافه بتاع الطريق هنا، هيبقى على يمينه رصيف. لما اجي تارجت هنا هلاقي ده سيركل، ده عباره عن سيركل، السيركل مش بيقبل السيفل انه تارجت عليه. فهاخد الدايره دي كنترول سي وافتح فايل تاني جديد، كليك يمين كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت زد اي انتر، نتاكد منها الاول هي عباره عن سيركل يا جماعه. هنقول له هنا بي او انتر دي فور بوك، واختار هنا بيك بوينت واضغط ضغطه جوه الشكل واقول له انتر كمان مره انتر، هلاقي ان هو عمل لي فوق السيركل دي عمل لي بولي لاين زي ما انتم شايفين كده. كنترول سي هاخد البولي لاين ده كنترول سي واروح ارجع بيه فين، اشيل الدايره اللي هنا، كليك يمين كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت، حط لي البولي لاين مكانه. ده دلوقتي البولي لاين، هاخد منه اوفست، الاوفست ده هيبقى عرضه من هنا لحد ما اعمل اسقاط عمودي على الخط ده. ودلوقتي انا تقريبا جاهز كل شغل الخطوط اللي انا هتارجت عليها موجود عندي. عايزين نصمم الطريقين دول بالفعل. انا عندي سطح بس انا عامل له هيدن نو ديسبلاي، تمام كده، لكن انا بالفعل عندي سطح اسمه الان جي ال. لو حابب اصمم الطرق دي يا شباب خلاص احنا اتعودنا او اتعلمنا ازاي بنعمل ديزاين للطرق. الخطوات بتاعتنا ثابته، الاينمنت كرييت الاينمنت فروم بولي لاين، كرييت الاينمنت فروم بولي لاين، هختار طبعا ده الخط الاولاني، انتر كمان مره انتر، وده هنسميه روت A. هندخل هنا طبعا هندي له الكي ال اس ليبل، سرعه تصميم 60، يوز كريتيريا ديزاين اوكي. تاني الاينمنت كريت الاينمنت فروم بولي لاين، هنختار الخط الثاني انتر انتر، ده هنسميه روت بي، سرعه تصميم 60، يوز كريتيريا بيز لاين، وبرده نفس الليبلز بتاعتنا. كل خط من دول حابين ان احنا نعمل لهم بروفايل، فبروفايل كريت بروفايل فروم سيرفيس للروت اي على الان جي ال، اد درو، طلع الهايت، نظبط الهايت بتاعنا 1005 والماكسيمم هايت بتاعنا 1025، كرييت بروفايل ونضغط في اي مكان عشان يرسم لي ده البروفايل الخاص بالروت ايه. تاني بروفايل كرييت بروفايل فروم سيرفيس للروت بي على الان جي ال اد درو، وادخل هنا اظبط الهايت بتاعي 1005 1025، كرييت بروفايل فيو في اي مكان، هضغط عشان يبتدي يرسم لي البروفايل بتاع الروت بي. عايز ارسم بروفايل تصميمي يبقى كريت بروفايل باي لي اوت، اختار هنا الجريد فيو اللي انا اشتغل عليه، هرسم بروفايل للروت ايه، يبقى الروت ايه ديزاين بروفايل، ده اسم البروفايل التصميمي بتاعنا، يوز كريتيريا بيز ديزاين اوكي،
وبعد كده درو تانجنت تانجنت وسكير، وابتدي ارسم الايه، ارسم شكل البروفايل التصميمي بتاعي بالشكل ده. هندخل نظبط طول الكيرف اللي موجود عندنا في البروفايل، المفروض ما يقلش عن 6 من 10 من السرعة التصميمية. فعندنا هنا طول الكيرف 15، لا المفروض ما يقلش عن 36، نقول 40 مثلا. وما ننساش يا جماعة نظبط الكتابات الموجودة في البندات تحت، الكلام ده بنكرره يا جماعة عشان كده أنا بقوله بسرعة. هندخل هنا ديزاين بروفايل، هنظبط ده شكل البروفايل بتاعنا. حابين نرسم البروفايل الثاني، طبعا الاثنين الاينمنت متقاطعين في نقطه، فانا مضطر ان انا انقل منسوب البروفايل الاولاني، منسوب البروفايل التصميمي للبروفايل الثاني. فهنروح هنا على البوينت جروب، كليك يمين نقول له كاريت مجموعة نقط جديدة هنسميها الـ IN Intersection Point، اتكلمنا عنها طبعا في الـ Intersection وفي الـ Interchange. هنديها الـ Style، هنديها الـ Label Style، وبعدين ندخل هنا نقول له Include أي نقطة واخدة في الـ Description بتاعها IN، بدأ بـ IN. أوكي. بعد كده هروح هنا على الـ Point وأقول له كليك يمين Create Point، وأقول له إن أنا عايز أكريت نقطة بشكل مانيوال. هنضغط هنا وهقول له دي اي ان 1 اليفيشن 0 سكيب، واروح على الجروب اقول له ابديت عشان يبتدي يديني شكل الايه، شكل النقطه. وباشرة هروح على البروفايل القائم سلك، ونقول له هنا بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، اعمل لي اسقاط العنصر على البروفايل فيو. هنا يقول لي سلكت اوبجكت، فاقول له اتفضل ادي الاوبجكت بتاعي انتر، ونختار هنا ان المنسوب بتاعنا هناخده من الرود ايه ديزاين بروفايل. اما الليبلز اللي هتظهر جنبها هنضغط هنا نقول له ايديت، نقول على اللي اوت، نشيل الكتابات دي كلها، ونقول له احنا عايزين نظهر الستيشن، وعايزين نظهر كمان بعد الستيشن الديسكريبشن، وعايزين نظهر كمان الليبل. الستيشن هنختارها من السورس ستيشن، description هناخدها من الديسكريبشن، والاليفيشن هناخدها من البروجكشن اليفيشن. سلك، ظبط فونتاتك، ظبط الوانك، كده عمل لي اسقاط للنقطه اهي، واداني منسوبها من البروفايل التصميمي للطريق القائم، منسوبها 10/11/721. الله يكرمك يا باشمهندس احمد. يا رامي يا رامي، حرام عليك، انت عندي باستمرار، ازاي ما حدش قال لك يعني؟ ده انت على الاكونت بتاعي اكتر مني يا راجل. خلاص كده يا باشمهندسين. طيب قلنا الليفل هنا كام؟ 10/11/721. هنسلك هنا على البروفايل الثاني ده، وبعدين نقول له بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، عايزين نعمل اسقاط لعنصر، هنختار نفس النقطه طبعا انتر، وهنا هنقول له ان احنا هندخل الليفل ده بشكل مانوال 10/11/721 عشان نلتزم بنفس الايه، بنفس المنسوب. دلوقتي لو انا حابب ارسم بروفايل تصميمي للطريق الثاني ده، يبقى انا لازم امر بالنقطه دي، يبقى بروفايل كرييت بروفايل باي لاي اوت، هنضغط هنا على الجريد فيو، نختار هنا يا جماعه الروت بي ديزاين بروفايل، ده اسم البروفايل التصميمي بتاعنا، ديزاين كريتيريا، ونفعل ديزاين كريتيريا هنا، وبعدين نروح نقول له رو تانجنت تانجنت سكيل. هنبدا من هنا ونمشي مع شكل الارض الطبيعيه، نطلع مع الطالع وننزل مع النازل، وما ننساش ان النقطه دي لازم نمر بيها، النقطه دي يا جماعه لازم ايه، لازم نمر بيها. يا فندم انا الباشمهندس عمرو ابو جبل محتاج انه يخرج البروفايل، التمبلت ده انا بعته للمهندس عمر وبعته للناس مرتين، المحاضره رقم 2 والمحاضره رقم 3، الاستعلات الجاهزه دي انا بعتها للمهندس عمر، المهندس عمر بعتها مرتين المحاضرات اللي فاتت،
ممكن نبعتها تاني النهارده لو تكرمت يا باشمهندس عمر. معلش خلاص اتفضل. حاضر. هلا. الماتيريال بتاع المحاضرة رقم 2. هو اللينك موجود ان شاء الله في الفورم بتاع تسجيل الحضور، بعد ما بيضغط ارسال هيلاقيه موجود من المحاضرة التانية. تمام ممتاز. تمام يا شباب تمام. خلاص كده يا جماعة، أهم حاجة أنا عندي الميل الطولي ده ما يقلش عن كام؟ ما يقلش عن 3 من 10%، 3 مللي في المتر، فلازم نظبط الكلام ده. يعني أنا لو جيت قلت له معلش أنا عايز أستغنى عن الإيه؟ لو عايز أستغنى عن الكيرف ده، فممكن أقول له هنا ديليت بي بي أي وأقرب من الكيرف ده وأضغط ضغطة كده عشان يستغنى عن الكيرف، بحيث إن هو يديني ميل، الميل 3 من 10% أو 38% ده ميل مقبول بالنسبة لي. المينيمم بتاعي 3 من 10%، لقيت الميل بتاعك أقل من كده، يعني هنا 55% ده كويس، 55% ده كويس جدا. لقيت الميل عندك اقل من 3 من 10% لازم تظبطه. طيب انا دلوقتي حطيت كيرف، لما حطيت نقطه هنا عمل لي كيرف، فبقى عندي منسوب البروفايل اللي هو الخط الازرق مش جاي على النقطه، ودي برضو مشكله. دي برضو ايه يا جماعه؟ دي برضو مشكله. ربنا يخليك يا باشمهندس امير، تسلم، ربنا يعزك يا رب. ماشي يا جماعه انا اسف، شات قدامي فما بعرفش ما اردش على الناس يعني. خلاص كده يا جماعه، انا دلوقتي عايز الخط الازرق ده يمر بالنقطه دي، لان النقطه دي انا لازم احترم منسوبها، لازم دي نقطه تقاطع بين اثنين بروفايل تصميمي، فلازم هيتقاطعوا في نفس النقطه يبقى منسوبهم واحد قولا واحدا. طب احنا عايزين نحل المشكله دي وعندي هنا كيرف، طيب احل المشكله دي ازاي؟ تعالوا الاول نكبر الكيرف شويه على اساس ان الدنيا برضه تظهر معانا. لما نيجي هنا هنلاقي في الكيرف لينس معمول 6، لو قلت له مثلا خليه 50 مثلا عشان تبقى بس الصوره واضحه ليكم، النقطه اللي انا ضغطت عندها او النقطه اللي انا خدت منسوبها اللي هي 10 11 721 هنا، الخط الازرق ده بيمثل البروفايل التصميمي، فمش هينفع، انا عايز الخط الازرق يمر بالنقطه دي. هنحلها ازاي؟ دي حلها بسيط جدا، حضرتك هتقول له بولي لاين وتيجي فوق البروفايل في اي جهه فوق التانجنت سواء اللي قبل او اللي بعد، وتروح تعمل لاين بعيد كده شويه تسلك عليه وتقول له اي اكس انتر، وبعدين تروح تختار الخط اللي انت عامله هناك ده. الخط ده مهمته يا باشمهندس انك هتمسك هنا تسلك على البروفايل التصميمي وتيجي تمسك من نقطه الايه؟ تيجي تمسك من النقطه دي اللي هي النقطه المثلث، نقطه المثلث دي، وتحرك الكيرف بتاعك بحيث انك ترميه فين؟ على امتداد الخط بتاعك. يبقى انا دلوقتي مريت بالنقطه بتاعتي وحفظت ان منسوبها ما نزلش، ان الكيرف اتعمل فين؟ اتعمل في مكان بعيد. دلوقتي الخطين دول دورهم انتهى، شكرا، ممكن اقول له ديليت، نسلك كليك يمين نقول له ايدت بروفايل فيو بوبرتس، وبعدين ندخل هنا على البندات نظبط الايه، نظبط الداتا بتاعتنا، فاضل بس الفيرتيكال كيرف ناخدها منين؟ ناخدها برضو من الديزاين بروفايل. كده انا تقريبا عملت الالاينمنت وعملت البروفايل لكل طريق من الطرق. حبينا ان احنا نعمل الاسمبلي او القطاع العرضي بتاعنا، القطاع العرضي اللي هنستخدمه هنا هو تيبيكال اللي احنا هنستخدمه في الطريق ده، فعلى طول هنروح على الكوريدور كرييت اسمبلي، الاسمبلي ده هنسميه اسمبلي ايه مثلا، هنضغط في اي مكان، بعد كده هنروح نختار من هنا يا جماعه اللين، لين فروم تيبر ميديان 1، هنرسمها في الرايت، العرض بتاعنا هناخده تارجت، الميل العرض 2%، سمك الطبقات 5 6 20 0، والانسايد ادجستمنت بتاعنا ناخده 1، وبعدين نختار ايه؟ ان احنا هنرسم الحاره بتاعتنا هنا، بعد كده هنروح على الكيربس هنختار الايربان كيرب جاتر جنرال، هنظبط برضو 0.31 ده الايه العمق بتاعنا، الاكستنشن هنخليه 0، وكمان الجاتر هنخليه سنتي واحد بس، ونروح نرسم الكلام ده فين؟ لما تلاقي ان البرنامج ما عادش بيعمل زوم معاك قول له ار اي انتر عشان يبتدي يزوم معاك يرجع تاني يشتغل. معلش هنجيب الكيرب ستون تاني، اتفقنا ان احنا دي هتبقى
سنتي، دي هتبقى 0.31 بعمق الاسفلت، والاكستنشن ده هيبقى 0. وهنا هنروح نحط الكيرب ستون، هنسلك على الكيرب ستون ده كليك يمين، نقول له ميرور. ميرور فين؟ في الاتجاه الثاني ده. اوكي، بعدين نختار الايربان سايد ووك اللي هو الرصيف بتاعنا، هنحطه هنا، نسلك كليك يمين ميرور حوالين الاسمبلي بتاعنا. بعد كده يا شباب هنروح على الميديان، هنختار الميديان كونستانت سلو، هنضغط هنا. بعد كده هنروح على الجينيريك، الكلام ده طبعا بنكرره فعشان كده ما بقولش فيه تفاصيل، الكلام ده احنا قلناه المحاضره اللي فاتت او المحاضره اللي قبلها اظن، لا اللي فاتت، اللي فاتت بس. تمام، هنختار من هنا يا جماعه الجينيريك، ونعمل هنا مارك بوينت. مارك بوينت دي هنسميها ايه 4A مثلا، كنترول سي. وبعدين هبتدي احط المارك بوينت دي هنا، وبعدين هنسلك على الميديان، نقول له الماركت بوينت اللي انت هتقف عندها اسمها 4A. بعد كده هنسلك على الحاره دي والحاره دي لانها متكبيره منها، ونشيل الانسايد ادجستمنت ونخليه 0. جاهزين ان احنا نركب الكوريدور الخاص بينا يا شباب. كوريدور، كريت كوريدور، هنختار هنا الروت A مع الديزاين بروفايل الخاص بيه، مع الاسامبل بتاعنا، مع التارجت سيرفيس ناتشرال. ناتشرال جراوند ليفل. معايا شايفين الشاشة؟ شايفين الشاشة يا شباب؟ ايوه الشاشة واضحة تمام يا باشمهندس. كانت فصلت. ايوه كانت فصلت ثانية واحدة ورجعت تاني هنا. تمام. خلاص كده؟ اوكي. بعد كده هبتدي ادخل اديله الايه؟ التارجتس الخاصة بيا. لينوتس تارجت في اتجاه الرايت، سيلكت فروم دروينج. هبتدي اختار الخط اللي بيمثل لي اللينوتس تارجت في اتجاه الرايت، الخط ده وكمان الخط ده. الميديان ايدج في اتجاه الرايت، الحافه دي وكمان الايدج دي. السايد ووك في اتجاه الرايت، سيلكت فروم دروينج، ادي السايد ووك وادي السايد ووك. في حاجه غريبه بتحصل عشان شاء الله. بص عمر، ايوه باشمهندس، ايه الحاجة المشكلة؟ ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ في اتفضل. فوق، في فوق شريط صح؟ اه يا ريت اختار لي بس في 3 نقط، تختار لي منهم ديسيبل بارتيسيبنت انوتيشن. لا، هي الشاشة اسودت خالص عندي. في طب ممكن حضرتك تقفل السكرين شير وتفتحه تاني؟ اعتقد ممكن كله كان مهنج بس كده كويس؟ كده تمام، كده ظهر تمام. تمام، اللينوس ستارت اتجاه الليفت، سيلكت فروم دروينج، ادي حدود الحرارات في اتجاه الليفت، الخط ده والخط ده. السايد ووك، سوري، الميديم في اتجاه الليفت، الخط ده والخط ده. سايد ووك في اتجاه الليفت، احنا تارجتنا غلط. لينوس تارجت، معلش، اللينوس تارجت يا جماعه هنجيبها تاني، في اتجاه الليفت، الخط ده والخط ده، دي حدود اللين، عرض الحار. اما الميديان ايدج، سيلكت فروم دروينج، هنختار تاني، ادي الميديان ايدج وادي الميديان ايدج. السايد ووك، ادي السايد ووك وادي كمان السايد ووك. اوكي اوكي
بصوا عشان ما يحصلش مشكلة، احنا كمان عايزين نعمل سبليت، عايزين نقطع في القطاع، لان الريجون بتاعنا او القطاع بتاعنا مش هينفع يمشي في منطقة الدوار دي، فاحنا عايزين نحط القطاع بتاعنا في الاماكن بتاعته بس. فهنا ممكن اقول له كليك يمين واقول له سبليت ريجون، اقطع لي في القطاع، وهنزل هنا اقول له اقطع لي في القطاع عند النقطة دي، واقطع لي في القطاع عند النقطة اللي فوق دي، واقول له انتر. دلوقتي بقى عندي 3 قطاعات، القطاع اللي في النص ده هسلك عليه كليك يمين واقول له ريموف. اوكي ريبيلد للكوريدور. دلوقتي هو حط لي الكوريدور في المنطقه بتاع الطريق فوق وتحت، لكن المنطقه بتاع الدوار هو ما حطش فيها الايه الكوريدور. تاني كوريدور كريت كوريدور للرود بي، رود بي مع الديزاين بروفايل الخاص بالرود بي، الاسمبلي ايه التارجت سيرفيس بتاعنا ناتشرال جراوند ليفل، وبعدين هنديله التارجت اللي نوت التارجت في اتجاه الرايت، عرض الحاره الخط ده والخط ده في اتجاه الايه يا جماعه؟ اتجاه الرايت. الميديان ايدج، حد عنده مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده؟ حد حابب ان انا اوضح حاجه من اللي انا بقوله؟ السايد ووك، احنا بنكرر اللي حصل في المحاضره اللي فاتت تقريبا، لسه ما اشتغلناش خالص في الدوار، لسه بنصمم الطرق اللي حوالين الدوار. هي دي الليفت ايدج، وادي الميديان اتجاه الليفت، وادي السايد ووك اتجاه الليفت. بعد كده هقول له اوكي، هاجي هنا اقول له كليك يمين سبلت ريجون، اقطع لي في القطاع واختار الاماكن اللي انا هقطع عندها عند النقطه دي، وكمان عند النقطه دي بسلك، باجي عند النقطه كده واقف واضغط ضغطه اقول له انتر. دلوقتي هو قطع لي الريجون، كليك يمين على الجزء اللي في النص ده اقول له ريموف ريجون ريبيلد للكوريدور، اعاده بناء للكوريدور، فهيبتدي يحصل معايا الشكل ده. على طول هسلك على الكوريدور ده، كليك يمين كوريدور بروبرتس، وادخل هنا يا جماعه اكاريت سيرفيس، السيرفيس ده هسميه رود ايه توب، وده طبعا هنديله كود توب توب ادس توب لينكس ادس بريك لاين، والباوندري بتاعتنا هتبقى حدود الجانبيه. الستايل بتاع السطح بالمره عشان ما نبدلوش من بره، هنقول له خده كونتور انتر انجل على اساس ان هو يوصل لي خطوط المثلثات. ريبلد الكوريدور، طبعا عمل لي هنا سطح وكريت لي كمان سطح في المنطقه اللي ما فيهاش كوريدور، عشان كده انا عملت كونتور انتر انجل عشان اسلك هنا اقول له ايه. تعالوا نبص الاول في الاوبجكت فيور، الشكل بتاعنا تحس ان السطح كامل، هنا دي طبعا منطقه الايه دي منطقه الكوريدور مظبوط، وهنا حطيت لي سطح كده وهمي على اساس ان الريجون ده والريجون ده هما الاثنين في نفس الكوريدور، فراح هو مكريت سطح وهمي في المنطقه دي، انا مش محتاجه السطح ده، فهنسلك ونقول له ديليت لاين، ويبتدي نشيل الايه الخطوط دي، فيبتدي يشيل لي السطح منها. تمام، تعالوا نكرر، سلك هنا كليك يمين كوريدور وفيرتس، وندخل هنا نقول له هنكريت سطح جديد هنسميه رود بي توب، هنعتبره توب ادس بريك لاين توب لينكس، الباوندري من اخر خط موجود عندي في الكوريدور يمين وشمال، ريبيلد الكوريدور كريت لي سطح، هنسلك كليك يمين سيرفيس بروبرتيز، ونقول له عايزين نغير الستايل يبقى كونتور انتر انجل، وبعدين نسلك هنا ونقول له ديليت لاين، هنشيل الايه الاجزاء الزياده دي. سلك على السطح ده مع السطح الثاني ونشوفهم في 3 دي، كليك يمين اوبجكت فيو، ادي السطحين يا جماعه او ادي الطريقين. دلوقتي عايزين نبتدي نصمم الدوار. طيب عشان نصمم الدوار هنروح على الالاينمنت، كريت الالاينمنت باي لاي اوت، المره دي هنقول له باي لاي اوت، وده هنسميه راوند اباوت. فاكرين اول ما اتكلمنا في الديزاين قلنا في طريقتين لاختيار المسار، الطريقه الاولى باي لاي اوت والثانيه فروم بولي لاين، اشتغلنا كل شغلنا بعد كده فروم بولي لاين، لكن في حاله الدوار هنرجع للطريقه الاولى اللي هي باي لاي اوت،
راوند اباوت هندخل هنا على الليبلز بتاعتنا، ندي له الكي ال اس ليبل، الديزاين سرعه التصميم داخل الدوار نقول مثلا 40 او 45 كيلومتر في الساعه، يوز كريتيريا ديزاين اوكي، هتظل لي النافذه دي. اروح من هنا اختار حاجه اسمها فيكسد كيرف 3 بوينت، هنختار كده. ادي اول نقطه، هاجي على الخط ده وامشي في الاتجاه ده وادي له النقطه الثانيه، وبعد كده ادي له النقطه الثالثه فين؟ هنا مثلا، واقول له انتر. هرجع اختار نفس الامر ثاني، ومن نقطه النهايه تمام الاند بوينت يا جماعه هبتدي اضيف نقطه، وادي النقطه الثانيه، وهربط عند نقطه البدايه الخاصه بالدوار. سكيب، هلاقي ان الالاينمنت بقى الاينمنت واحد من اول ما ابتديت لحد ما انتهيت، الاثنين اتصلوا ببعض وبقوا الاينمنت واحد. جميل جدا. دلوقتي حابين نعمل بروفايل، يبقى بروفايل كرييت بروفايل فروم سيرفيس للراوند اباوت على سطح الارض الطبيعيه، كليك يمين اد درو، ندخل هنا على الهايت، نظبط الهايت بتاعنا 1005 و1025، وبعدين نقول له هنا كرييت بروفايل فيو، هنضغط في اي مكان عشان يرسم لي البروفايل بتاع الدوار. طبعا الدوار بتاعي ده متقاطع مع الطريقين، مع كل طريق من الطريقين في نقطتين، يعني مع الطريق اللي هو رود A متقاطع هنا في النقطه دي، ومع رود B متقاطع، سوري، مع A متقاطع فوق وتحت، ومع B متقاطع يمين وشمال. فاحنا محتاجين ان احنا نحترم مناسيب التصميمي لكل طريق منهم. فهنعمل ايه؟ هنروح على البوينت، كليك يمين كرييت، ونبتدي نكريت نقط. النقطه الاولى هنحطها فين يا جماعه؟ هنحطها عند النقطه دي كده. هنديها ديسكريبشن اي ان 100 مثلا، اليفيشن 0. النقطه الثانيه هتبقى عند النقطه دي اي ان 200 والاليفيشن 0. النقطه الثالثه اي ان 300 والاليفيشن 0. النقطه الرابعه والاخيره، طبعا المسميات دي زي ما انت عايز، المهم بس تديله اي ان عشان ايه لما نخلص الجروب نعمل له ابديت يبتدي يدينا ستايل للنقط دي. اي ان 400، طبعا هنا الجروب ابتدى يحس ان في نقط واخده الديسكريبشن خاص بيه. بعد كده هروح على البروفايل بتاع رود 1، سلك، واقول له بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، اعمل لي اسقاط العنصر على البروفايل فيو، وادي النقطه رقم 100 والنقطه رقم 200، سوري 300. ناخد مناسبهم من البروفايل التصميمي للطريق ده. نفس الكلام هنكرره، سلك بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، ونروح نختار الايه؟ العناصر 400 و200 مناسبهم من الرود بي ديزاين بروفايل. وبعد كده هنروح على البروفايل بتاع الدوار، هنسلك عليه ونقول له تاني بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، ونختار يا جماعه الايه؟ الاربع نقط، لان هم موجودين الاربعه فين؟ على الدوار. هناخد مناسبهم بشكل مؤقت من سطح الارض الطبيعي عشان نحدد بس الاستيشنز الخاصه بيه. ممتاز. دلوقتي الاربع نقط موجودين عندي على الدوار، واخدين مناسبهم من الارض الطبيعيه، لكن المناسيب دي مش دي المناسيب اللي انا احترمها، انا عايز احترم مناسيب البروفايلات التصميميه اللي انا متقاطع معاه. فهنسلك على الجريد فيو ده، ونروح هنا نقول له اد فيو ليبل، ضيف لي كتابات باستخدام الاستيشن والاليفيشن. تحت هيقول لي حدد الاستيشن، فهاجي عند اول نقطه كده واقول له اتفضل دي الاستيشن بتاعتي. طب الاليفيشن هشوفها دي نقطه كام؟ دي نقطه 100. 100 يعني موجوده عندي فين يا جماعه؟ موجوده عندي هنا على الرود A. على طول هروح على البروفايل الخاص بالرود A واشوف النقطه رقم 100 منسوبها كام؟ دي 300 اهي، 100 اهي منسوبها 10.11.061. تمام كده؟ خلوا بالكم انا حطيت دلوقتي نقطه عند البدايه وهي نفسها عند النهايه، فبختار الاستيشن عند النهايه واقول له 10.11.061، لان انا هربط عند نفس المنسوب، منسوب البدايه هو منسوب النهايه، دايره قافله على بعضها. النقطه اللي بعد كده بيقول لي حدد الاستيشن بتاعها، ادي النقطه رقم 200، النقطه رقم 200 موجوده على البروفايل رقم بي، نقطه رقم 200 اهي 10 11.998
بعد كده النقطة اللي وراها نروح نختارها، نقول لي حدد الستيشن، فبختار هنا، ودي النقطة رقم 300. 300 موجودة عندي هنا فوق. 10 12 بوينت 3 8 1. النقطة اللي بعد كده 400 موجودة على البروفايل رقم B. عشرة 11.444 سكيب. دلوقتي انا حددت مناسيب النقط دي، هنبتدي نسلك على النقط بتاعتنا، كل نقطة من النقط بتاعتنا كده نسلك ونحطها في مكانها بشكل مظبوط، يعني نسحب دي في مكانها على النقطة اللي احنا حطيناها ستيشن اليفيشن. هظل الرسالة دي هقول له يس، برضه نفس الكلام مع كل نقطة من باقي النقط. طبعا لما بحرك النقطه بتاخد منسوبها من مكانها الجديد، فبيتظبط معاها كمان الايه المنسوب. انا احترمت دلوقتي مناسيب الايه التقاطعات هنا، طبعا النقطه دي منسوبها اقل من كده بكتير، اتاكد منها تاني معلش. اول نقطه اللي هي 10 11 06 1 ولا هي 10 12 مش عارف بصراحه، اتاكد منها تاني معلش. لا هي 10 12 كده الكلام مظبوط. على طول حضرتك ممكن دلوقتي تعمل البروفايل التصميمي الخاص بالدوار. هنا هروح اقول له بروفايل باي لي اوت، ده هنسميه راوند اباوت ديزاين، راوند اباوت عشان يبقى مختلف عن روت ايه. ديزاين بروفايل، ديزاين كريتيريا، يوز كريتيريا بس ديزاين اوكي. وبعد كده شباب هروح هنا اقول له درو تانجنت، تانجنت ويز نو كيرف، هوصل النقط دي بعضها بدون كيرفات. نقطة البداية، ادي النقطة اللي وراها، وادي النقطة اللي وراها، وادي اللي وراها، وهربط عند منسوب نقطة البداية أو نقطة النهاية. كده احنا عملنا البروفايل التصميمي، ما ننساش طبعا نظبط البلاد. كليك يمين اد بروفايل فيو بروبرتيز، ديزاين 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 اوكي. خلاص احنا دلوقتي يا جماعه عملنا شكل الايه، عملنا شكل البروفايل الخاص بالراوند اباوت، عملنا الاينمنت وعملنا بروفايل خاص بالراوند اباوت. دلوقتي يا شباب عايزين نبتدي نعمل القطاع العرضي او الاسمبلي. طبعا المسار ماشي في الاتجاه ده، على يمينه رصيف وعلى شماله اسفلت، او على شماله اسفلت وبعد كده رصيف، تمام. احنا محتاجين نظبط الايه، محتاجين نظبط الكلام ده. فهنسلك واقول له سي او كوبي الاسمبلي اللي انا خدته كوبي ده، هنسلك عليه كنترول واحد، ده هنسميه اسمبلي راوند 1. هنشيل طبعا من هنا الجزيره الوسطيه بعناصرها، على اليمين رصيف وعلى الشمال اسفلت ورصيف، وهناخد منه كمان كوبي سي او، هنشيل بس الرصيف من جهه اليمين. يبقى انا دلوقتي حققت الاثنين اسمبلي اللي انا محتاجهم، ده هيبقى راوند 2. حاجه اخيره هنظبطها، الخط اللي احنا هنتارجت عليه ده خط بولي لاين، المفروض ان احنا نحوله لفيتشر لاين عشان يحترم مناسيب البروفايلات التصميميه يا شباب، عشان لما اجي اتارجت يتارجت هنا عرض ومنسوب، يحترم منسوب الايه، منسوب التقاطعات مع البروفايلات التصميميه. حاجة بسيطة هنعملها، هنقول له هنا موديفاي ونقول له بريك ات بوينت اقطع لي عند نقطة، هختار هنا انه يقطع عند النقطة دي. تاني هنسلك هنا طبعا الايه النقطة بتاع الايه
اسحبها بس ورا كده، تمام. تاني نسحب النقطة دي، الفكرة كلها إن أنا عايز إيه؟ عايز عند كل قاطع مع طريق يبقى عندي النقطة دي إيه؟ موجودة، تمام؟ هسلك على العناصر دي كلها مع بعضها كده وأقول له جي إنتر، عشان لما أجي أحول الخط ده من بولي لاين لفيتشر لاين يبقى عند كل نقطة تقاطع أقدر أحط منسوب. خلاص كده يا جماعة؟ فيتشر لاين كريت فيتشر لاين فروم أوبجكت. بعدين طبعا هنختار له سايت، هندي له اسم، هندي له ستايل، وهندي له اليفيشن، وكمان هنقول له اريس اكزيستنج انتيتي، امسح لي البولي لاين بعد ما اتكريت منه فيتشر لاين. هيقول لي طيب المنسوب اللي انت محتاجه، وهقول له المنسوب بشكل مؤقت صفر. المنسوب بتاعنا بشكل مؤقت صفر. حضرتك لو جيت سلكت دلوقتي وقلت له ان انا حابب ادخل على الاليفيشن اديتور، هتلاقي ان الفيتشر لاين بتاعي ده بيحكمني فيه 4 نقط، وعشان هو قافل على نفسه فظاهرين 5 نقط، لكن النقطة الأولى دي هي نقطة الإيه؟ نقطة النهاية. تمام كده يا جماعة؟ دلوقتي حابين إن إحنا نعرف مناسيب النقط دي عشان نحترمها، نحطها للفيتشر لاين. هنا هنروح على البوينت، كليك يمين نقول له كرييت، نكريت مجموعة نقط جديدة. النقطة الأولى هتبقى موجودة هنا. هنديها description in x elevation 0. النقطة اللي وراها هتبقى موجودة هنا. هنديها description in y elevation 0. النقطة اللي بعد كده هتبقى in z elevation 0. النقطة الأخيرة هتبقى هنا in t elevation 0. المسميات دي طبعا أنا بختارها بمزاجي. بعد كده هنروح على البروفايل الخاص بالروت A، Project Object Profile View، نفس اللي احنا عملناه واحنا بننقل. لا انا مش عايز النقطة رقم INA، انا عايز INX، عايز INY Z. انا سيبهم من البروفايل التصميمي ظهور. بعد كده هروح على البروفايل اللي تحت ده، سلك عليه بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، اعمل لي اسقاط لعنصر على البروفايل فيو، وهنختار اي ان 200 واي ان تي، اي ان واي واي ان تي. هنسيبهم من البروفايل التصميمي للروت بي، وهننزل نبتدي بنسلك على الايه، نسلك هنا على البروفايل بتاعنا ده اليفيشن اديتور. خلوا بالكم بقى عشان ايه الحته دي مهمه جدا محتاجه تركيز. لو انا جيت وقفت عند النقطه، اي نقطه فيهم بيبتدي يرسم لي عندها مثلث. انا وقفت عند النقطه الاولى دي هتلاقي ان هو هنا حط لي مثلث، يعني النقطه اللي انا بسلك عليها هنا في الرسم بيحط لي عندها مثلث. بصوا يا جماعه اهو، انا مسلك عند النقطه دي فالمثلث عندي اهو، ده مثلث. لو سبت ورحت اتحركت عند النقطه اللي وراها هتلاقي المثلث بتاعي اتنقل عندها. فين فين فين؟ تمام. طيب النقطه اللي انا واقف عندها دي اللي هي اي ان اكس موجوده على البروفايل بتاع الرود 1، تمام كده. طب منسوبها كام من البروفايل بتاع الرود 1؟ اي ان اكس منسوبها 10 10 9 5 6، 10 10.9 5 6. تمام. فيتشر لاين يا باشمهندس ده خط في الفراغ. الخطوط عندنا اللاين او البولي لاين خطوط في مستوى، خط بيبقى منسوبه كل واحد من اول لاخره، في مستوى 0 في مستوى 10 في مستوى مليون، هو خط منسوبه كل واحد، تمام كده. ده بالنسبه للبولي، البولي لاين او اللاين العادي. لكن الفيتشر لاين خط زي 3 دي بولي لاين، كل نقطه فيه ممكن تبقى في مستوى مختلف، تمام كده. طيب النقطة اللي بعد كده تعالوا نسلك عليها عشان نعرف مكانها. عايزين نسلك عند النقطة الأولى دي أو النقطة رقم 2 دي. هنا المثلث دي اي ان واي، اي ان واي موجودة فين يا جماعة؟ اي ان واي موجودة تحت، تحت أمرك يا باشمهندس. محتاجة توضيح أكتر ممكن بعد المحاضرة. دي 10 12.043
طيب النقطة اللي بعد كده، ربنا يعزك يا باشمهندس، النقطة اللي بعد كده اللي هي اي ان تي، دي برضو موجودة فين؟ موجودة هنا. عشرة حداشر بوينت ثلاثة تسعة تسعة. آخر نقطة طبعا اللي هي النقطة الأخيرة دي، أول ما هنعدلها هنا تتعدل معانا فوق النقطة اللي هي دي، ولما بتقف عندها كده المفروض إن المثلث ظاهر عندها. طيب ما علينا، المهم إن إحنا عارفين إنها نقطة أي إن إكس سوري اي ان زد بقى ولا ايه؟ معلش عايزين اعرف النقطة الأخيرة دي يا جماعة اللي هي اي ان ايه؟ دي اي ان زد. اي ان زد منسوبها عشرة اتناشر بوينت أربعة ثمانية سبعة. أنا دلوقتي حطيت مناسيب كل النقط بتاعتي، ودلوقتي عندي فيتشر لاين أقدر أتارجت عليه. حابب إن أنا أركب الكوريدور، فهروح كوريدور كريت كوريدور، هنختار الروت بتاعنا راوند أباوت كوريدور. طيب هنا راوند اباوت مع الديزاين بروفايل الخاص بيه مع الاسمبلي بتاعنا، هنختار الراوند 1 اللي هو فيه رصيف يمين وشمال، وهنا الان جي ال ده التارجت سيرفيس بتاعنا. هندخل هنا نبتدي نديله التارجت. هنا في اليمين بيقول لي حدود السايد ووك، فاقول له حدود السايد ووك في اليمين هو الخط ده. في الشمال اللينوس تارجت، هقول له اللينوس تارجت في الشمال هو الفيتشر لاين بالنسبه لي هو التارجت. وكمان عندك سايد ووك، سايد ووك حدودها ده وده وده وده. طيب ليه انا حولته الفيتشر لاين؟ عشان ابتدي اتارجت على منسوبه، يعني الليفت لين المفروض ان انا مش بس هاخد من الفيتشر لاين البعد العرضي، لا ده انا عايز اخد كمان منسوبه، لان منسوبه متغير انا محترم فيه البروفايلات الثانيه، عشان ما يبقاش في عندك كسرات في منطقه الربط. فبضغط هنا واقول له ان انا عايز اسلك على الفيتشر لاين مره ثانيه، لكن المره دي كمنسوب ترجت لي عليه كليفل، خد لي المناسيب المختلفه بتاعته دي ومشي لي عليها كليفل. اوكي اوكي ريبلد للكوريدور على طول يا جماعه. هو حط لي هنا زي ما انتم شايفين كده الايه الكوريدور بتاعي. بس هنا طبعا الكوريدور ما ينفعش في المنطقه دي يكون فيه رصيف، ده اسفلت رابط على اسفلت، وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام. فانا مضطر ان اسلك على الكوريدور كده واقول له سبليت ريجون، اقطع لي في الريجون، وبعدين هاجي عند كل نقطه فيها تغير عكسي. يعني لو قلت له اي ان دي مثلا، ابتدي اختار كده الايه الريجون، اضغط مره والمره الثانيه عشان يعمل لي السبليت، يقطع لي في القطاع. هنا برضه هاجي واقول له سبليت ريجون، هاجي عند نقطه الايه اي ان دي. خلوا بالكم انا شايفين انتوا الكيرف ده في كيرف عكسي رابط عليه، انا باجي عند نقطه الايه نقطه الالتقاء دي وبقطع. بسلك الريجون، الضغطه الاولانيه بسلك بيها الريجون اللي انا هقطع فيه، والضغطه الثانيه بقطع. اول واحده بيقول لك سيلكت ريجون، واللي بعدها بيقول لك ايه سيلكت سبليت، حدد لوكيشن عشان يعمل سبليت يقطع. تمام تمام جميل جدا. بس مطلوب من حضرتك انك بعد كده تقول له موديفاي ريجون، ريجون بروبرتيز، وتضغط في الحته اللي فيها ايه اللي فيها راوند 1 بس هي فيها اسفلت بس، قول له لا انا عايز استخدم فيها الراوند 2، وهكذا. اضغط هنا واقول له استخدم لي هنا الراوند 2، موديفاي ريجون او ريجون بروبرتيز، موديفاي ريجون بعد كده ريجون بروبرتيز، وبختار هنا الاسمبلي بغيره، بغير الاسمبل اللي انا مش محتاجه في الاسمبل اللي انا محتاجه.
اخر حته. طبعا البدايه والنهايه بتبقى جزئين، بيبقى ربع وربع او نص ونص، نص الريجن ونص الريجن تقريبا كده. انا عملت الايه، عملت الكوريدور بتاع الراوند اباوت يا شباب، هنسلك كليك يمين نقول له كوريدور بروبرتس، وهنا ندخل نكاريت سطح. السطح ده قبل ما نكاريت سطح تعالوا ندخل بس على البرامتر كده، شايفين في تضليعه كده يعني، تحس ان الايه مش دايره، تحس ان فيها تضليعه. فاقول له سيت اول فريكوانسي، اول فريكوانسي في اماكن الكيرفات خليها واحد، كثف لي الخطوط دي على اساس ان هو ايه يخلي لي الفريكوانسي قريب جدا من بعضه، فيظبط لي شكل الايه، شكل الدايره عندي. بعد كده هدخل هنا على السيرفيس واقول له كرييت سيرفيس، السيرفيس ده اسميه راوند اباوت توب سيرفيس. هختار من هنا ان هو توب اد. فكره توب ودي الناس برضو اللي مش فاهماها، ان شاء الله في محاضره السبع اسمبلي كومبوزر دنيتها هتظهر ان شاء الله باذن الله، المحاضره الاخيره باذن الله. السوبر اليفيشن يا باشمهندس بيبقى له حسابات ثانيه يعني، حضرتك ممكن تظبط انك تستخدم السوبر اليفيشن تظبط في السب اسمبلي، بس هو انت ماشي بسرعه كام اصلا في الدوار عشان تعمل سوبر ايفيشن. كليك يمين سيرفيس بروبرتيز، قبل ما نعدل خلونا نشوف شكل السطح بتاعنا عامل ازاي. هنلاقيه طبعا سطح طالع بشكل مشوه جدا، محتاج انه ايه يتظبط. سلك كليك يمين سيرفيس بروبرتيز ونقول له هنا كونتور انتر انجل اوكي. بعدين ابتدي اشيل الخطوط ديليت لاين اللي ممكن تسبب لي مشاكل، سقطت ده والخطوط دي. انا عايز شكل الكوريدور بتاعي او شكل السطح بتاعي يمشي مع شكل الكوريدور. طبعا خطوط المثلثات دي خطوط وهمية متكريتة على أساس الإيه؟ على أساس النقط قريبة من بعضها في الاتجاه ده، فبيروح عامل لي بينهم خط مثلثي. ممكن نقول له هنا اف انتر داخل الأمر فنس، وبعدين نبتدي إيه نشيل كل الخطوط اللي إحنا مش محتاجينها، نسلك عليها كده مرة واحدة. طبعا امر فينس ده بيخليني اسلك بشكل اسرع. انتر انتر هيشيل لي كل الخطوط اللي انا مش محتاجها. تعالوا بقى نشوف الايه السطح ده مع السطح ده مع السطح الثاني. كليك يمين اوبجكت فيور ورينا كده في 3 دي، ادي شكل الايه، شكل التقاطع بتاعنا او شكل الدوار بتاعنا، تم عمل تصميم للدوار. فاضل يا جماعه ان احنا نبتدي نعمل الجزء الخاص بمداخل الدوار، والجزء الخاص بمداخل الدوار ده امره سهل. حضرتك بس هتسلك هنا على الخط ده كنترول سي، تروح على الفايل الثاني كليك يمين كلي بورد بيست اوريجنال كوردينيت، اقول له ان انا محتاج من الخط ده اعمل له اكسبلود، ومحتاج بس الايه الكيرف ده. طبعا انا هاخد كل الكيرفات اللي شكله كده على الخط اللي هو بيمثل لي الايتش. كنترول طبعا هنا ده عباره عن ارك، هقول له بي اي انتر وانا مسلك عليه كده انتر انتر عشان يتحول لبولي لاين. كنترول سي اخده وارجع بيه تاني على المحاضره بتاعتي او الفايل بتاعي. كليك يمين بيست اوريجنال كوردينيت، بعد كده هروح اقول له ان انا عايز اكريت منه الاينمنت، كريت الاينمنت اوف بولي لاين. هنختار ان هو يبقى ماشي الاتجاه ده عشان يبقى على يمينه موجود عندي رصيف وعلى شماله اسفلت. انتر انتر، وده هنسميه سي ار 1.
مش هنديله ليبل ستايل ولا هنديله سرعه تصميم ولا حاجه، تمام؟ عايزين نكريت ليه بروفايل، يبقى بروفايل كريت بروفايل فروم سيرفيس للسي ار 1 على سطح الان جي ال، اد درو الهايت بتاعنا كرييت، اضغط في اي مكان عشان يرسم لي شكل البروفايل بتاع الارض الطبيعيه. هنسلك هنا على السطح ده ونقول له هنا سبوت اليفيشن عند النقطه بتاعت البدايه دي، عرفني المنسوب هنا كام، تعال نشوف البدايه، سكيب اخرج من الامر وروح على السطح الثاني عند نقطة النهاية قرب، اديله برضو سبوت ريفيشن اكد انها رابطة فين، ربط على نهاية الخط كده. معلش هنستأذنكم ان احنا هنا السبليت اللي احنا عاملينها ما كانتش تمام، فاحنا ممكن ايه نسلك كده على الكوريدور نفسه ونسحب السبليت مع نهاية الخط، نظبط نشوف نهاية الخط فين اهي، ونقول له اظبط لي السبليت على نهاية الخط عشان اخد منسوب النقطة بشكل مظبوط. النقطة دي ممكن انقلها احطها فين؟ احطها عند نهاية الخط كده عشان هو ده المنسوب اللي انا محتاج احتمله. ديليت لاين، شيل الخطوط اللي ظهرت دي. هنا منسوب نقطة البداية للبروفايل التصميمي هيكون يا جماعة 10 11 12 ومنسوب النهاية 10 11 76. هنسلك هنا وبعدين نروح نقول له اد فيو ليبل البداية 10 11 12 والنهاية 10 11 67. بعد كده بروفايل فايلي اوت، وده هنسميه سي ار 1 ديزاين بروفايل. اوكي، بعد كده هنا اروح اوصل البداية بالنهاية. دلوقتي بقى عندي الاينمنت وعندي بروفايل. طيب هنا عرض الرصيف هنترجت على الخط ده، لكن عرض الحرارات هنترجت هنا على الالاينمنت، وكمان هنترجت هنا على المفروض نترجت على الحافه بتاع السطح ده. طب الحافه بتاع السطح ده ينفع نترجت عليها؟ لا مش هينفع نترجت عليها، لكن ممكن نطلع من السطح ده او من الكوريدور ده فيتشر لاين بمنسوب سطح الاسفلت، وده امره سهل. حضرتك بس هتسلك على الكوريدور هنا وتقول له اوتو كوريدور فيتشر لاين، هتيجي عند الحافه دي تضغط ضغطه وتقول له انتر، هيقول لك هنا في اكتر من فيتشر لاين، فيتشر لاين منسوب سطح الاسفلت، فيتشر لاين منسوب البيز والبيف 1 والبيف 2 والسب بيز والكلام ده كله. فانا هقول له شيل ده كله، انا محتاج بس فيتشر لاين منسوب سطح الاسفلت، خط منسوب سطح الاسفلت. اضغط على السيتنج هنا واقول له شيل الدايناميك لينك واقول له اوكي اكستراكت. دلوقتي بقى عندي هنا يا جماعه خط انا جبته منين؟ جبته من الكوريدور اسمه اوتو كوريدور فيتشر لاين بمنسوب سطح الاسفلت في المنطقه دي، تمام؟ دلوقتي لو حبينا ان احنا نركب الايه؟ نركب الريجن بتاعنا ده، هنسلك على اي كوريدور من الكوريدور ده او الكوريدور الثاني اللي هو بينهم، اختار مثلا الدوار واقول له هنا ان انا عايز اضيف بيز لاين للكوريدور ده، اد بيز لاين، هيقول لي فين البيز لاين؟ هقول له السي ار 1 كيرب 1، وبعد كده اختار هنا ديزاين بروفايل خاص بيه. كده ضافوا لي او ضاف الايه؟ ضاف الالاينمنت ده كبيز لاين للكوريدور ده كمان، تمام كده؟ طيب بعد كده هروح اقول له ان انا عايز اضيف ريجون للكوريدور ده وانا مسلك عليه، هيقول لي حدد البيز لاين ده ولا ده؟ فطبعا اختار البيز لاين ده، اقرب منه كده واقول له ايه؟ ضغطه وبعدين اقول له اف انتر، وبعدين اقول له هات لي الراوند 2 الاسمبلي ده هينفع معايا في الايه؟ في المنطقه بتاعتي دي، على يمينه في رصيف وعلى شماله في اسفلت، اوكي. بعد كده سايد ووك في اتجاه اليمين هقول له حدوده هي حدود الخط ده، وفي اللينوتس تارجت هيبقى حدوده الفيتشر لاين هنا
لوتو كوريدور فيتش اللاين، وكمان الالاينمنت في الاتجاه الثاني اللي هو رود بي، او لو انت ناسي ممكن تضغط هنا وتقول له الرود ده، هو يسلك لك عليه فانت تقول له ايه كده. انا ترجت على العروض بتاع الاسفلت كعروض، عايز ترجت عليها كمناسيب كمان، فبضغط هنا بقول له ان انا عايز اتارجت على الفيتشر لاين ده، خد لي منه منسوبه، انه يسلك على الفيتشر لاين، وكمان خد لي البروفايل التصميمي الخاص بالرود بي، اربط لي عليه كمنسوب، لان البروفايل التصميمي هو ده الحاجه اللي انا بحترمها في المنطقه دي. على طول بيروح مكريت لي السطح زي ما انتم شايفين كده، السطح ده مع السطح ده اوبجكت فيو، ورينا كده في 3 دي شكل الايه، شكل الدنيا بتاعتنا دي عامله ازاي. هنلاقي ان هو الراجل مشكورا ابتدى يديني الربط بتاعي بالشكل ده. طبعا في بعض الديفوهات ظاهره معايا، يعني مثلا في هنا حتت السطح مش مغطي فيها، ودي امرها سهل ان احنا ممكن نغطيها، هي مفيش مشكله خالص تصميميه، امرها سهل جدا، وهنشوف ازاي ممكن نتعامل معاها دلوقتي. والحته دي الحته اللي انا شديت فيها الايه، شديت فيها الريجون، فهنا ممكن اسلك على، هتسلك هنا هيظهر لك ايه، هيظهر لك البوردرات دي، ممكن تقول له هنا كوريدور او ايوه كوريدور، اقول له هنا ايدت فريكوانسي في الكوريدور، في اماكن الايه الكيرفات خليه كل واحد، وفي اماكن التانجنت خليه كل واحد، ان شاء الله يظبط معايا بدون محتاج لاي حاجه اضافيه. طيب انا ظبطت دلوقتي الكوريدور لكنه ما ظبطش معايا، طب عايزين الكلام يظبط معانا اكتر، تسلك على السيرفس، وبعدين تروح تقول له هنا اد بوينت سيرفس، طبعا لازم تكون على الكنترول انتر انجل، تقول له هنا اد بوينت، وبتيجي بقى باشمهندس على الايه، في الاماكن اللي ظاهر فيها بوردرات دي، على البوردر تدي له ايه، تدي له نقطه كده، يبتدي يخفي لك بيها البوردر ويحل لك مشكله السطح اللي مش كامل. تمام، وريني تاني في الاوبجكت فيور، هتلاقي ان الموضوع ابتدى يتحل معايا في معظم الايه، دول كانوا اكتر من واحد، انا حليت طبعا المشكله بتاعتي، وهنا طبعا نفس المشكله قايمه. بعد ما بتحط النقط دي المفروض انك بترجع تاني تقول له ايه، ان انا عايز اشيلها، تعرفها منين؟ بيبقى النقطه عندها دربكه هنا، يعني الخط مش جاي مستقيم، لا هي عامله تجميع خطوط، تسلك وتقول له هنا ديليت بوينت، عايز اشيلها تاني بعد ما بتحل لي المشكله بتاعتي. وطبعا المشكله ما بترجعش، يعني انت لو رجعت لو شلت النقطه المشكله بتاعتك بتتحل وما بترجعش. تمام، احنا دلوقتي حلينا الايه، حلينا الدروب اللي حاصل هنا، لو حبينا ان احنا نلعب برده في الشويه اللي فوق دول، سلك ونقول له هنا ديليت سوري اد بوينت، واروح على البوردر ادي له ضغطه وادي له انتر، البوردر ادي له ضغطه وادي له انتر، وهكذا بوردر اوبجكت في ار، ورينا كده في 3 دي ادي شكل الايه، ده الجزء اللي انا ظبطته، باقي الاجزاء طبعا بتتظبط على نفس الايه، على نفس الشكل. حضرة انتهت، حد عنده اسئله؟ لو في اي حد عنده سؤال ممكن يعمل ريز هاند. في أسئلة يا شباب؟ نقفل يا باشمهندس عمر؟ تمام يا باشمهندس، ما فيش أسئلة كده. إذن وإياكم، أشوفكم على خير إن شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا هندسه؟ معاك ايه؟ الله يكرمك. كيمو معلش اديني دقيقتين واكلمك انا. معايا يا باشمهندس؟ انا كنت المحاضره اللي قبل اللي فاتت كنت حضرتك قلت لي ان هتجاوب على اسئلتي في فيديو، بس ما جاتنيش والله الاسئله ما جاتنيش. لو تبعتها لي ابعتها للمهندس عمر او ابعتها على اي جروب من الجروبات وانا اجاوب عليها ان شاء الله. طيب حاضر 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 تحت امرك يا هندسه. ماشي شكرا شكرا. تحت امرك يا باشمهندس. السلام عليكم. مساء الخير. شكرا حضرتك. في حد عنده سؤال؟ اتفضل. باشمهندس احمد. طيب تمام كده يا استاذ، مفيش اي اسئله خالص الحمد لله. خلاص يا باشمهندس. الله يكرمك. انا وياك. ماشي يا هندسه. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. Zoom.